السلام عليكم خوتي المغاربة، معكم زكريا ممرض بالقطاع العام. معكم طه ممرض بالقطاع العام المستشفى الإقليمي سيدي عثمان الدار البيضاء. خوتي خواتاتي أصحاب الفنادق، انتم عارفين احنا دابا كنتحاربوا مع الفيروس كورونا. اليوم بزاف ديال الأطباء والممرضين والممرضات اللي كيتقاتلوا ضد هذا الفيروس، واليوم هما اللي محتاجين لينا باش نحميوهم، باش يحميونا ويحميو عائلتهم من الفيروس، باش ما يعرضوش حياتهم للخطر. اليوم هما محتاجين لينا باش نعاونو. القضية سهلة، اللي عنده غرف خاوية في الفندق ديالو يعاون هاد الناس باش يسكنوا بعاد على عائلتهم وباش ما يعرضوش حياتهم للخطر. خصوصا دابا ما كاين لا سياحة لا والو. عافاكم، نعاونو كلنا اليوم هاد الناس هادو، معا نتحداو هاد الخطر. عافاكم، نعاونو جنود بلادنا. الله يعطيكم الصبر، كنطلبوكم من قلبنا تعاونوا معنا وتعاونوا مع هاد الناس. شكرا بزاف.